تعالوا بقى نقابل قنبلة معرض أجرينا المهندس محمد مأمون رئيس شركة MI لعنابر الدواجن ومصنعه في دمياط، وبجد هيغير خريطة تصميم وتصنيع عنابر الدواجن في مصر. تسلموا أرض يسلمك عنبر كامل على المفتاح للدواجن، سواء تسمين أو بياض، وبأحدث تكنولوجيا في العالم وبجودة مذهلة وبضمان 12 سنة. والمفاجأة إنه وصل بالمكون المحلي ل 60% وبيصدر إنتاجه للدول العربية. ركزوا معاه. انت بتعمل حاجة مبهرة فعلا، انت بتصنع منتج مصري بجودة عالمية، برافو عليك بجد. انت عملت العنابر بالجودة دي ازاي؟ جبت الخامات دي ازاي؟ احنا الحمد لله الشركة بدأت في فترة وجيزة صغيرة خالص، احنا بدأنا من 2019، مرنا بشوية ازمات طبعا في الفترة اللي فاتت، كورونا عدت علينا وازمة روسيا عدت علينا وحاجات كتير. الحمد لله احنا ثابتين في السوق وثابتين وجودنا وكل حاجة. احنا ثباتنا في السوق ثبات جودة. بدأنا امتى يا باشمهندس؟ 2019. وقبل كده احنا كنا بادئين على تطوير المنتج من اول 2016 لحد 2019، لحد ما بدأ ينزل للسوق في 2019. ايه القرار اللي خلاك تدخل في صناعة الدواجن في 2016؟ عايز افهم. والله كان في حد لينا مهندس اب روحي لينا، هو اللي تولى الموضوع وعلمنا الموضوع من ايده زد، وادانا الاتاحة بعد ما كان عنده منتج من عنبر اوروبي كان هو جايبه وبدا يشتغل. قال لي انا عايز عنبر يكون بمستوى نفس المستوى كده، بس نشوف تكلفته قد ايه. فحسبنا وقتها لقينا التكلفه اللي جايه النهارده في التكلفه اللي بتشغيل نص التسعير المستورد. يعني بطارياتك المجلفنه اللي انا شايفها الاوتوماتيك دي تمام توازي اللي ممكن نستوردها من المانيا او فرنسا او هولندا؟ توازيها الله. بفضل الله وان شاء الله على نفس الوضع ونفس الثبات. احنا بنعتبر طبعا اولا واخيرا احنا بالاول بنبدا بهندسه عكسيه، فاحنا بنقلد نفس المنتج ونبدا نضيف عليه اضافات لينا لتتناسب مع الشغل عندنا احنا هنا في قشار قوس. يعني حضرتك طورت ممكن كمان في اداء البطاريات دي؟ طبعا. طب فهمني بقى طورنا ايه؟ حضرتك كمهندس متخصص فهمت الشغلانه واشتغلت على تطوير عنابر كنا بنستوردها بالدولار، صح ولا لا؟ تمام مظبوط. النهارده بتتصنع في مصانعنا هنا، مصنعك في دمياط صح؟ مظبوط. بنصنعها هنا في مصر. مظبوط. ولا تقل عن المستورد شيء. حتى الترولي الاوتوماتيك موجوده اهو، صح ولا لا؟ مظبوط. احكي لي بقى عملنا ده ازاي؟ والله الخامات دي جبتها منين؟ الخامات الاول هي احنا بنستورد حاليا خامات، احنا كنا الاول بنحاول قدر الامكان ان احنا نحاول ندخل الخامات دي من مصر، ولكن التكلفه اللي النهارده عشان اوصل لنفس الجوده بنفس الفينش بقت تكلفته اعلى من المستورد. فبعد طبعا بعد التسهيلات النهارده لينا كمصنعين في بطاقات الاحتياجات عشان نقدر ندخل خامات بقى الموضوع سهل، ان احنا اقدر اوفر خامتي عشان اقدر احافظ على نفس الجوده بتاعتي واسم شغلي والصناعه في مصر. 3 سنين وانت شغال على تطوير العنابر دي، المنتج ده لحد ما اقدر اوصل للشكل ده او بياض. مظبوط صح كده. طبعا شتان الفارق ما بين الاثنين. مميزات ده ومميزات ده. تعال نبدا بالتسمين. مميزات تمام. التسمين ايه؟ والفرخه بتاخد كام سنتي وكم فرخه في المربع؟ تمام فهمنا كده بالراحه. احنا عموما شغالين على ستاندر اوروبي في كل الشركات اللي بتبيع بنظام سنتي للطائر، يعني بياخد مساحة قد ايه تسكين ومساحة قد ايه تعليف، فماشيين على نفس النسق للبطارية. النهاردة احنا بنقدم البطارية عمق 65 سنتي في التسمين وعرض البطارية متر كواجهة، فبيشيل معايا 16 طائر ده في الصندوق الواحد جوه البطارية. بيدي معايا فرخ 2 كيلو 400 في خلال 34 يوم. النهاردة بيتضمن معايا ان البطارية دي تاخد ساعة محترمة كويسة قوي، تطوير اللي انت تاخده النهارده اقل نسبه تكلفه للمربي عشان يقدر يشتغل بشكل سليم. النهارده مش هيقدر يشتغل الا لما يوصل لاقل نسبه فعلا واحسن تطوير وتكنولوجي اكتر. والحمد لله بفضل ان احنا وصلنا لمرحله تكنولوجيا، اضفناها البطاريه لمرحله التحكم عن بعد، ان احنا دلوقتي نقدر اي صاحب عنبر بالكامل وانا قاعد في البيت اشتغل كامل تشوفه وانت قاعد في البيت. كم في كام الصندوق؟ 65 سنتي في متر في ارتفاع 44 سنتي. وده ياخد 16؟ ياخد 16 طائر. طائر تسمين. تسمين ده معناه ان الطائر ليه كام سنتي بقى جوه؟ 400 سنتي. 400 سنتي. 400 سنتي. في ناس بتجود تقوم مخليهم 20 طائر. دي تعمل مشكله ولا؟ طبعا. اولا انا عايز في عمر معين هبدا اخد نسبه تجانس الدواجن اللي موجوده جوه، ده يبقى ليه حقه من العلف وحقه من الميه وحقه من الرعايه. لو انا النهارده حطيت عدد كثافه اكبر فانا الكلام ده كله هيبقى معايا مشكله، نسبه التجانس مختلفه، ممكن الاقي عندي اوزان عاليه ولا نزوليه باشتراطات العنبر. اشتراطات النهارده اللي انا بديله كثافه لازم يربي عليها على الوزن اللي هو هيطلعه، ده اللي احنا لازم نتفق عليه، ان انا هديه كام سنتي عشان حتى التسعير اللي انا هقدمه لك انا بقدم لك تسعيري وهو بسعر الطائر، ما بقدموش بالمساحه ولا بالسنتي.
كام تكلفة الطائر على البطارية؟ كل زبون وله طلب، بس نقول في الاستاندر والشكل الطبيعي النهارده سعر الطائر 100 جنيه. 100 جنيه للطائر الواحد؟ مظبوط. وأقل مساحة عنبر تقدر تشتغل معايا فيها قد إيه؟ نتكلم في 1000 متر، 1000 متر داخلي للعنبر ده أقل مساحة نقدر نشتغل على أرضها. اللي هي ممكن كام في كام؟ 12 في 81 أو 80 في الحدود دي. 1000 متر دي معناها مثلا حوالي 10,000 طائر، باعتبار إن إحنا بنحط في المتر 10، صح كده؟ لو أنا عملت بطارية بقى هيوصل العنبر ده 30 او 40 الف، لو بارتفاع 3 متر ونص هيوصل معاك العنبر ده 4 ادوار، هيشيل معاك 37 الف طائر بالظبط. ياه. يعني ضعيف لي 4 مرات. وطبعا بقى مع تقليل كم الخسائر اللي موجوده على التربيه الارضي. بمعنى النهارده بقت كبيره جدا. سعر العلف النهارده لو اقل نسبه هدر من جرامات علف بس مع عدد الطيور ده النهارده يفرق معايا رقم يوميا، بيعد معايا كل يوم. عندي نسبة السبلة دي لو أنا النهاردة ما بحافظش على البطارية إن فتحات الأرضية نفسها أو البطارية نفسها في نظافة السيور بتاعتها النهاردة فيها سبلة، فده هيبهدل الدنيا خالص. إن أنت هتحط نسبة للكوكسيديا والكستريديا تكلفة عالية عالية للدواء، وده أنت بتوفره. صح طبعا. طبعا هتشتغل برضو إن أنت نسبة النافق اللي موجود في البطارية، إن أنت بتحضن على رعاية لكل 16 واخد خدماته، فنسبة النافق فيه قليلة، قللت الريسك أكتر وبدأت تتحكم فيه أكتر في جميع حالاته. رقم 4 العمالة. العمالة أنا نفس العمالة اللي بتخدم العنبر 10,000 هي اللي هتخدم العنبر 60,000، هي نفس العمالة. بقلل تكلفتي. عندنا مثلا كل الموارد اللي بتخش على العنبر هي أنا بقلل كل التكاليف. خلي بالك أنت عامل حاجة قوية جدا، أنت مخليت مصر تصدر عنابر دواجن. احنا معروفين احنا بنستورد، لكن نصدر دي ده حلم، انت محقق حاجه قويه جدا الحمد لله. طب قول لي بقى مميزات البياض. مميزات البياض انت عندك اقل نسبه هدر من البيض، عندك رعايه للام، انت بتعمل عنبر بيربي قطيع لمده سنتين بينتج، يعني انا بدخل القطيع في البطاريه دي مده سنتين، لو فيها ضرب صغير خالص الكلام ده هيبقى مشكله جدا على مدى سنتين طبعا، ويفضل يعاني منها المربي وهو بيشتغل في روح. ما تفرحنا كده بنسبه المكون المحلي عندك قد ايه؟ يعتبر بنسبة 60%. 60%؟ يعني حضرتك قدرت توطن التكنولوجيا دي بنسبة 60% في مصر. ال 40% دول ايه؟ محتاج صناعات مغذية ايه؟ والله احنا مبدئيا كده الخامة اللي هي الأولية للمنتج هي الصاج والسلك. ما انا هتجنن الموضوع ان انت مش عارف تجيب الصاج من مصر. ايه الفرق بين الصاج ده والصاج الموجود؟ ده مجلفن، بنجلفنه برضه في مصر. احنا النهارده عشان المصنع مثلا كأي مصانع كبيرة الأسماء لا يشوبها شائبة طبعا، لو عشان يصنع الصاج ده هيقدر يصنعه. بس النهارده تكلفه الزنك عليه عشان يقدر يوصل للمرحله دي بالرقم ده كام؟ بقى رقم عالي. تكلفه تشغيله جوه مصر، ما هو بيستورد برضه زنك. ما تقول مواصفاته، يمكن حد يسمعنا ويتصل بيك يقول لك يا باشمهندس هخليها لك 80% مكون محلي، هجيب لك الصاج. تمام. ما تقول لي مواصفاته. احنا بنشتغل على جلفنه 275 جرام لكل متر مربع. تمام. طبعا ده بيدي لي ايه؟ دخلته قد ايه؟ احنا عندنا انت وقفت عليه ده وما وقعش ده، دخلته قد ايه؟ 8 من 10. 8 من 10 ملي. 8 من 10 مللي. تمام. انت بتشتغل بتدي ضمان 12 سنه ضد تاكل وصدى، فانا عايز المنتج ده يديني مط فيه نسبه صلابه وفي نفس الوقت جلفانه 275. عايز ثلاث مواصفات دول. دي رساله لكل مصنع اللي يعرف يعمله. عندنا طلبات، احنا صدرنا للسعوديه. تمام. صدرنا للعراق. ايه تاني؟ مظبوط. صدرنا للامارات والسودان طبعا قبل الازمه الحديثه اللي حصلت. ما شاء الله عليك. فالسودان كانت كمان بحجم اكبر، كمان كان عليها طلب كبير. المصنع اللي يقدر يعمل لنا الصاج ده نرفع نسبه المكون المحلي من بطاريه كبيره بنصدرها من مصر لاكثر من 80% 90%. مظبوط. صح ولا لا؟ مظبوط. المواتير والحاجات دي منين بقى؟ كلها استيراد. منين يعني؟ الصين، المانيا، تركيا. كل المواتير عندنا شغل تركي. هيجي اليوم اللي هنصنعها في مصر، صبرا بس. هقول كلمه صغيره، احنا محتاجين صبر ايوب ومال قارون طبعا عشان نقدر نعمل القصه دي. الموضوع التطوير الصناعه دي عايز امكانيات عاليه جدا جدا، عايزه فعلا تاخد وقت وصبر عشان نقدر نوصل للمرحله دي ان احنا فعلا ننتج موتور مصري. موجود موتور مصري بس مش كامل بحركيات جير بوكس، ما اقدرش اجيب جير بوكس وموتور مصري، ولو لقيته مش هجيب الجوده اللي انا هاخدها من اوروبا، والسعر طبعا هيبقى اعلى لان كل المكونات برضه واحده. يبدا بس فيه واحنا نطوره. زي ما حضرتك اشتغلت 3 سنين عشان تطور العنبر بالشكل ده، هتلاقي برضو اللي هيشتغل عشان يحقق لك حلمك ويجيب لك موتور مصري 3 سنين ان شاء الله. خلينا نقول يا رب ان شاء الله. صح. اتمنى والله ان انا فعلا اشوف اليوم ان كل المنتجات المصريه بنسبه 100% فعلا، ده شرف بيبقى لينا.